يعني نقول يوم ضاع شعرك يا صابر. راح شعرك. مبروك لليستر، لان هم الفريق اللي يستحق الفوز بالبطوله اكيد. على مدار الموسم كامل هو الفريق اللي كان عنده ثبات في المستوى، واللي حافظ على اسلوب لعبه طوال الموسم. لكن لو نيجي لمباراه اليوم، احنا انا قلت لك بين الشوطين انا واقف في حاجتين مهمين جدا بالنسبه لتوتنهام في الشوط الثاني. اول حاجه ان انت ما تخسرش لعيب، تفضل ب 11 لعيب جوه الملعب. نمره 2 ان انت ما تستقبلش هدف في اول ربع ساعه. واللي حصل ان الهدف هدف من كره ثابته توبي ألتيرفيلد، يعني خسر الماركه. موضوع ان يكمل الفريقان المباراه ب 11 لاعب هذا شيء غريب بكل ما حدث في هذه المباراه. طبعا ردت فعل لعيبه توتنهام في رايي